حدثت تغيرات في أسعار الذهب والدولار في السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري ورفع سعر الفائدة وتصريحات صندوق النقد الأخيرة، حيث شهدت تراجعاً بعد الارتفاع الجنوني الذي كان عليه، كما أن هناك توقعات بحدوث مزيد من الانخفاض في أسعار الدولار وتعافي الجنيه، مما سينعكس أيضاً على سعر الذهب. فماذا حدث وما تفاصيل أسعارهما اليوم؟ هذا ما سنوضحه لحضراتكم من خلال هذه التغطية الاقتصادية الآن. ونبدأ بأسعار الدولار محلياً بعد قرار البنك المركزي وتصريحات صندوق النقد الأخيرة، حيث شهد سعر الدولار استقراراً منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 10 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات. وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 مقابل 30.95 للبيع، كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما بنك مصر والبنك الأهلي المصري نحو 30.75 للشراء مقابل 30.85 للبيع. وكانت قد أشارت المديرة العاملة لصندوق النقد الدولي لأن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في المرحلة الأخيرة، وأن العمل يجرى على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، وتم استمرار مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغيرات في حالة السياسات. ونوهت أن مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية، كما قالت إن إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت في النصف الأول من يناير بمعدل 100 مليون دولار شهريا والخسائر تتزايد. وأمس أعلن صندوق النقد الدولي في بيان له أن فريقه اتفق مع الحكومة المصرية على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج مجموعة السياسات الشاملة، وقد تم إحراز تقدم هائل في المحاورات. وجاء في البيان الذي نشره صندوق النقد على موقعه الرسمي أن الحكومة المصرية عبرت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن كل الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. أيضا وأن فريق صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية اتفق على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وأشار إلى أن هذا الأمر مهم لضمان ظروف معيشة مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار. وفي ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى حوالي 10 مليارات دولار، قرر البنك المركزي المصري أمس برفع أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس لامتصاص أثار توحش التضخم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أول أمس الخميس الموافق الأول من فبراير برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.25% و21.25% و21.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%. مع العلم أن قرار رفع سعر الفائدة 2% سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة على الشهادات المتغيرة في البنوك تلقائيا بنفس نسبة الزيادة، لذلك على العملاء أن يتابعوا مع البنوك بداية من الغد لمعرفة التغيرات التي ستطرأ على شهاداتهم وأيضا قروضهم. ومن جانبه أكد الإعلامي مصطفى بكري خلال تصريحات تلفزيونية إنه قد حدث تراجعا في سعر الدولار بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، حيث انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2 جنيها وتراجع من 67 إلى 65 جنيها.
وقال بكري أن أسعار الدولار ستشهد تراجعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر حدثت نتيجة أزمات عالمية، ونوه أن الحصار الاقتصادي على مصر له أبعاد سياسية متعلقة برفض مخطط التهجير. ولفت إلى أنه بالفعل تراجع سعر الدولار وسيتراجع مجددا، وأنه يراهن وعنده معلومات بذلك، فبإذن الله الجنيه سيعود إلى عافيته ومصر ستنتصر وتقف على قدميها. وكان قد قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء خلال تصريحات أدلى بها لقناة تلفزيونية أن الأحاديث التي تتردد عن قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار تزامنا مع زيادة وفد صندوق النقد الدولي لمصر حاليا مجرد تكهنات. وأشار إلى أن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه بمجرد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كما قال أن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستقرار في سعر صرف الدولار، وأن الإعلان عن أي تطورات جديدة سيكون عقب زيادة وفد صندوق النقد الدولي. وذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد خلال المؤتمر الصحفي الأخير أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية. وكان قد أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطات الأجنبية ارتفع إلى 35.219 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023 مقارنة ب 35.173 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2023 بارتفاع قدره 46 مليون دولار. ونأتي الآن لأسعار الذهب والتي شهدت تراجعا بعد القفزة الأخيرة الفترة الماضية، وذلك بعد قرار البنك المركزي، فكان قد تخطى سعر الجرام من عيار 21 إلى 4000 جنيها رسميا بدون مصنعية خلال الأيام الماضية، ليتراجع اليوم بعد قرار البنك المركزي إلى 3825 جنيها. كما تراجع عيار 24 إلى 4371 جنيها كأقل سعر للبيع بعد 4570 جنيها بدون مصنعية. وأيضا تراجع عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 3279 جنيها بعد 3442 جنيها. أما الجنيه الذهب الذي يدن 8 جرامات من عيار 24 فتحرك ليبدأ من 31000 جنيها بعد 32000 جنيها بفارق 1000 جنيه. مشاهدينا الآن نستعرض لحضراتكم أسعار الذهب بدون مصنعية وفقا لآخر تحديث، مع العلم أنه يتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب. سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4429 جنيها، أما عيار 21 فبلغ نحو 3875 جنيها للشراء و 3825 جنيها للبيع. وأيضا سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 3321 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 14 للشراء نحو 2583 جنيها، وبلغ سعر الجنيه عيار 24 نحو 30600 جنيها للبيع و 31000 جنيها للشراء. وعن أسعار المصنعية فيتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10% أو تكون ما بين 80 و 150 جنيها في محلات الصاغة. أما عند شراء الذهب المستعمل فتبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من 35 جنيها فيما فوق. وكانت أكدت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية
أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن سعر الذهب الذي يجب أن يكون عليه في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدفع المواطنين لشراء الذهب. وناشدت الشعبة في بيان لها المواطنين بالتوخي الحذر في عمليات شراء المشغولات الذهبية في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق. وحذرت أيضا من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطن. إذن مشاهدينا، هذه كانت تفاصيل مستجدة أسعار الذهب والدولار اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.